يعني عايز اقول لك انه عديته بالاسماعيلي هذا الموسم منطقه صعبه جدا ومرحله خطيره جدا في ظل ظروف كثيره صعبه مرت على مجلس الاداره والفريق وبالتاكيد جمهور النادي الاسماعيلي. الموسم ده شفته ازاي يا فندم؟ طيب، هو يعني بدايه زي ما انت قلت كده، طبعا هي من اهم المواسم في تاريخ النادي الاسماعيلي. الموسم ده احنا كنا داخلين طبعا وعارفين المشاكل الموجوده في النادي، لكن الوضع بشكل عام عشان تبقى عارف احنا ازاي يعني، او الوضع يعني احنا استلمنا نادي فريق القوام الاساسي بتاعه مشي، اهم لاعبيه واخد بالك اللي هو كان حوالي يعني جينا لقينا ماشي باهر المحمدي وسيرجي اكا والشامي ومدبولي وفراس شواط، يعني المجموعه اللاعبين الاساسيه اللي كانوا بيلعبوا بشكل منتظم خلال الموسم اللي فات. تمام. الامر الثاني ان كان في وقف قيد، يعني في النهايه ان اللاعبين المتبقيين هم دول اللي هنلعب بيهم. الحاجه الثالثه ان كانت علينا مديونات كبيره جدا، كان علينا 12 قضيه شكاوي في فيفا، كان صادر احكام في 5 قضايا فيهم تسببت في وقف القيد، وايتين ثاني كان صادر فيهم احكام بس ما كانش تسببه في وقف القيد. المديونيه دي كانت قد ايه تقريبا يا باشمهندس؟ المديونيه دي كانت حوالي 1,800,000 دولار تقريبا، لا اكتر، حوالي 2 مليون وشويه. تمام، بتاعت ال7 قضايا بقى مش الـ5. تمام. فكان احنا يعني كل الهدف في ظل الاوضاع اللي كانت موجوده دي ان احنا كنا يعني مبدئيا ان احنا يعني نبقى موجودين في الدوري ما نبقاش مهددين، وده الكلام ده تم من اول يوم في الدوري. احنا ما زورناش الـ3 مراكز الاخيره دي خالص تقريبا في خلال هذا الموسم. صحيح. وكنا محافظين على ان الفرق اللي تحت مننا واللي فوق مننا يدنوا قريب، لان احنا كان لينا اهداف ثانيه اخرى، مش بس ان احنا نجمع نقاط ونهرب من الهبوط، لكن لان احنا كنا باصين برضو ان المركز الخامس ما يفرقش عن المركز الـ12 والـ13 شيء يعني، او الـ14، لكن بس يكون ده مش يعني ما يخليناش معرضين جامد للهبوط. فبدانا نشتغل على حته ان احنا نبدا نعمل هذا الموسم كاعداد للموسم اللي جاي. اعداد الموسم اللي جاي معناه ايه؟ ان احنا نحط ايدينا على العناصر اللي هتستمر معانا خلال الموسم القادم. العناصر المباشره بنديها عدد مباريات اكثر على اساس تكتسب خبرات، لانهم كانوا لعيبه صغيرين، احنا اعتمدنا على لعيبه صغيرين كثيره جدا. ان احنا نحط نظام في الفريق فيطبق على الكبير والصغير، فتلاقي لعيب مهم احنا كنا محتاجينه في مباراه لكن نتيجه انه هو خرج عن النظام في معينه او خالف اللائحه اللي بتاعت الفريق فتطبق عليه العقوبه حتى لو كانت استبعاد من المباراه، لان كان يهمنا برضو ان احنا نرسي دي، لان دي ما كانتش للاسف برضو موجوده في النادي الاسماعيلي. فكنا بنحاول نطلع من الموسم ده بان في شكل وفي نظام وفي طريقه كل اللاعبين بيتعاملوا بيها كبير وصغير ومفيش تفرقه. جينا لقينا قبل كده برضو كان في لعيبه مقربه واخد بالك انت ومحببه للبعض، واخرين واخد بالك بيتم معاملتهم بطريقه مش كويسه. فكل ده حاجات كنا لازم نعملها. قعدنا النادي بقى على كل المستويات واخد بالك، سواء موظفين اداريين بتاع، كان في خلل شديد جدا يعني كل ده، لان في الاخر النادي الاسماعيلي ده مصنع، مش يعني الاوضاع الاداريه والاوضاع الماليه بتاثر على النواحي الفنيه، والنواحي الفنيه بتاثر على النواحي النفسيه للجمهور، كل الحاجات دي. فاحنا تحملنا وتحملنا كتير جدا، وفي ناس كانت تنتقد وبتاع، واحنا كنا شاعرين بدوت وكنا متقبلين ده، لان احنا الهدف بتاعنا يعني الجمهور كان دايما بيبحث عن نقطه، واحنا كنا بنبحث على ان احنا النقطه موجودين، وفي نفس الوقت نحط نوالي الفريق اللي احنا هنلعب بيه السنه الجايه، لان احنا مش عايزين بقى خلال الـ4 سنوات اللي فاتوا دول يعني تعرضنا ما لا يعني في مرحله ما تعرضش انها النادي الاسماعيلي قبل كده، فمش حابين انها تتكرر السنه الجايه.